خلونا دلوقتي طبعا نرحب بالدكتور محمد شهاب الدين من المنوفيه. من مدينة السويس الباسلة، وأنا شخصية أتابع تجربته الشعرية وأتابع فروسيته في مجال الأدب الإقليمي، الشاعر الصديق الأستاذ علي الروم. السلام عليكم. شاكر جدا للدكتور حسام عقل على استضافته الكريمه، وطبعا برحب بكل الساده الحضور. طبعا ملتقى السرد العربي هو احد ابرز ما يقدم احد ابرز في المجالات الادبيه، ان هو بيقدم الادباء الشعراء. حقيقه يعني انا ارى ان الدكتور حسام عقل هو فارس من فوارس الادب، وملتقى السرد العربي هو الحقيقه يعني بيهتم بكافه صنوف الادب، سواء في القصه او الروايه او الشعر. الحقيقه يعني والدكتور حسام فاجئني بان هو ما كنتش محضر كلمه ولا حاجه، وانا فوجئت بانه بيستضيفني على المنصه، وهذا كرم منه. لكن ملتقى السرد الملتقى السرد الحقيقه يعني له دور بارز على الساحه الادبيه ككل، وطبعا اكتفي بهذا القدر مع خالص الشكر والتقدير. دكتور احمد سعد محمود، طبعا شكرا جزيلا لحضرتك استاذ علي الراوي، الف شكر، يعني نورتنا ومشرفت منصه الملتقى، اهلا وسهلا بحضرتك.